حكمت المحكمة حضورية. بعد نحو عامين ونصف على وقوعها، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية أحداث الاتحادية. المحكمة قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي واثني عشر من عناصر الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية، وذلك في قضية أحداث قصر الاتحادية. كما قضت المحكمة بمعاقبة 2 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وهما عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وجمال صابر، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية. كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وقضت المحكمة أيضا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص. وبدأت المحكمة أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر من عام 2013. وعقدت المحكمة جلسات مطولة على مدى أشهر عدة استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع، وقامت بمشاهدة الأحراز المصورة ومناقشة الشهود والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ومرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أن انتهت إلى إصدار قرارها في 8 يناير الماضي بحجم بالحكم. برحب بضيوفنا الكرام في استوديو من القاهرة، الأستاذ ماهر فرغلي الكاتب والمتخصص في شؤون الجامعات الدينية، أهلا بك يا فندم. وأيضا الدكتور عادل عامر أستاذ القانون بجامعة طنطا، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور عادل. الحكم اليوم على الرئيس المعزول محمد مرسي 20 سنة وعدد من البراءات اللي خرجت لباقي المتهمين، كيف نظرت له بشكل عام كأستاذ للقانون؟ أولا هذا الحكم بيثبت بأن القضاء المصري لا ينظر إلى القضايا بمنظور سياسي، لأن جميع القضايا التي نظرت أمام القضاء المصري من 25 يناير في قتل المتظاهرين انتهت بالبراءة كما انتهى هذا الحكم. فبالتالي بيثبت هذا الحكم بأن الجريمة القتل للمتظاهرين في ميدان عام أو إذا لم يتم تحديد الفاعل الأساسي للجريمة أصبحت شيوع. الفاعل الأساسي والأدلة المادية التي تثبت قيام الشيوع فتنتهي بالبراءة، لأن القانون المصري لا يعاقب على شيوع الاتهام ولكن على تحديد جريمة القتل. وده اللي حصل في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير. لأن احنا عندنا في قانون العقوبات 3 جرائم للقتل، مفيش جريمة الرابعة دي مش موجودة في قانون العقوبات، قتل العمد وقتل الخطأ وقتل ضرب أفضل إلى الموت. ثلاث صور دولت يجب أن يكون الفاعل موجود والأدلة المادية، أركان الجريمة فعل وفاعل والأدلة المادية. إذا تواجدت هذه الأدلة والفعل الأساسي يتم توجيه الاتهام إليه بالقتل على حسب نية القاتل نفسه، إذا كان متعمدا بقتل عمد، إذا كان خطأ أو كان القانون بيلزمه باتخاذ إجراء معين لم يتخذه وأدى إلى وفاء يبقى قتل خطأ، أو الضرب الذي أفضى إلى موت. هذه هي 3 الصور الموجودة في قانون العقوبات. ولكن العشرين سنة بقى. أول حكم صدر على أول حكم العشرين سنة، هي القاضي هنا استخدم حقه، فأن إذا تعددت الجرائم يتم إصدار الحكم الأقصى للعقوبة الواحدة. فهو موجه له 4 جرائم. أول جريمة استعراض القوة، التعذيب، الاحتجاز بدون وقع حق، الدعوة للعنف، دول 4 جرائم. فطبعا يتم جبر هذه الجرائم والحصول على العقوبة الأشد، فكانت العقوبة الأشد هي 20 سجن مشدد ب20 عاما. جريمة الاستعراض القوة معروفة، قدمت لها الأدلة سواء التلفزيونية المصورة أو التسجيلات أو السيديهات التي تم التسجيل فيها باستعراض القوة في فض الخيم واحتجاز بعض الأفراد وتعذيبهم. فدي هذه الأدلة المادية كانت أحد الأسباب الأساسية في أن يتم توجيه الاتهام إلى 12 واحد. هو الكلام هو بتفصيل أكتر مع حضرتك، بس أستاذ ماهر شاركنا في جزء كده قبل موجز الأنباء،
سياسيا يا استاذ ماهر، الى اي مدى هذا الحكم يمثل رادعا لهذه الجماعه الارهابيه وجماعه الاخوان، خاصه اذا ما وضعنا في الاعتبار هذه التحذيرات التي اطلقتها الجماعه سواء بشكل مباشر على لسانها او بعض الافراد المقربين منها او الذين يدورون في فلكها، محذرين الدوله من المساس بمرسي كونه بالنسبه لهم خط احمر؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا الحكم جاء متوازنا بشكل كبير جدا، فما قبل الحكم كان في اعلاميا او دعائيا حتى جماعه الاخوان وعلى صفحاتهم بالفيسبوك وتويتر كله متوقع عذاب، يعني متوقع وبيتهموا القضاء انه قضاء مسيس وان مرسي سياخذ عذاب. فلما جاء الحكم بالمؤبد فده يمكن عمل نوع من تخفيف الضغط المعنوي في الشارع شويه. أيوة بس انا اسف برضه قطعتك. تعقيبهم حتى على عدم الحكم بالاعدام، هم شايفين انه ربما الدوله يعني هو في كل الوقت بيتهموا الدوله، الدوله خافت منهم. لا هو يعني في طول الوقت الدوله متهمه لدى جماعه الاخوان المسلمين او لدى تيارات الاسلام السياسي طول الوقت، بيوظفوها تبع الاهواء. طبعا حتى هذا الحكم هو حكم مسيس ومرسي لا يستحق هذا الحكم، فبناء عليه والقضاء مسيس، وطول الوقت هم متهمين القضاء ومتهمين الدولة. طبعا الدعوات أطلقت، يعني الدعوات أطلقت بالدخل جامعة القاهرة وبعض الجامعات بين اعتراضا على هذا الحكم. جماعة الإخوان في الخارج وتحديدا المكتب الإداري اللي تم إعلانه وتشكيله بالأمس رسميا، يعني هو لأول مرة جماعة الإخوان في مصر كلها مكتب إداري بالخارج، كان دايما المكتب بيكون من الداخل. المكتب أصبح من تركيا، امبارح أعلن عن تشكيله تماما بقيادة واحد اسمه أحمد عبد الرحمن، وأعلن هذا المكتب الإداري رفضه لهذا الحكم وان هو يتخذ اجراءات قضائيه اخرى في لا ده المكتب الاداري ده قصه بقى لازم نتكلم فيها باستفاضه. اللي في تركيا ده بس خلينا نكمل حديثنا مع حضراتكم بعد موجز الانباء وشادي شاشه. أهلا بكم إلى موجز الأهم الأنباء. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزير الإسكان مصطفى مدبولي ورئيسي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التخطيط. وخلال الاجتماع تم عرض تصور توسيع الحيز العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة في إطار مشروع تنمية واستصلاح المليون فدان، كما تم عرض الأفكار المقترحة لطرح وإدارة المجتمعات الجديدة وفقا لرؤية الرئيس التي تقوم على أساس تنموي يهدف إلى إنشاء مجتمعات حضرية متكاملة. أيضا ناقش الاجتماع نموذجا لإنشاء مجتمع عمراني جديد في الفرافرة على مساحة من الأراضي المستصلحة تبلغ 10,000 فدان، حيث وجه الرئيس بالبدء فورا في تنفيذ المشروع بحيث يتم الانتهاء منه بحلول أعياد أكتوبر من العام الحالي، بالإضافة إلى استكمال وتنمية قرية الحرية بالمرجدة في محافظة قنا بحيث يتم كذلك افتتاحها في أكتوبر المقبل. كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بوزير الآثار ممدوح الضماطي الذي استعرض عددا من المشروعات التي تنفذها الوزارة. واستعرض الضماطي مشروعات مثل استكمال متحف إخناتون في المنيا والمشروعات التي تقوم بدراستها وزارة الآثار مثل إنشاء بانوراما عسكرية في شرق القناة لتوثيق تاريخ العسكرية المصرية عبر العصور. وقد وجه الرئيس بمتابعة كافة هذه المشروعات بشكل دقيق والانتهاء منها في مواعيدها المحددة، وذلك الحفاظ على التراث الأثري المصري بمختلف عصوره، فضلا عن تفعيل دور قطاع الآثار في النشاط الاقتصادي المصري وتعظيم الاستفادة مما يتيحه من إمكانات ضخمة وما يوفره من فرص للعمل. أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بأسرة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي والذي وفته المنية اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر 76 عام، وذلك لتقديم واجب العزاء. وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن مصر والعالم العربي فقد شاعرا عظيما ومواطنا غيورا على وطنه وأمته العربية، أثرى شعر العامية من خلال أشعاره وأسجاله الوطنية التي عكست واقع البيئة المصرية لا سيما في صعيد مصر، وعبرت عن الوطن في أفراحه وأحزانه، وسيظل الفقيد وعطاؤه الممتد رمزا وطنيا وعربيا يفخر به أبناء مصر.
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي و12 متهما بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك عن تهمتي استعراض القوى والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعديات البدنية في قضية أحداث قصر الاتحادية. كما قضت المحكمة بمعاقبة 2 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن نفس التهمتين. وقضت أيضا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز الأسلحة والذخائر بدون ترخيص. أعلنت دول وتحالف عملية عاصفة الحزم في بيان لها انتهاء العملية التي شنتها ضد الميليشيات الحوثية في اليمن وبدء عملية إعادة الأمل التي سيتم من خلالها التعامل أو العمل على تحقيق الأهداف وهي سرعة استئناف العملية السياسية. وأكدت دول التحالف تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وحرصها على حماية الشعب اليمني ومكتسباته. أعلنت قيادة التحالف أنها أنهت عمليات عاصفة الحزم بناء على طلب الحكومة اليمنية، بناء على طلب فخامة الرئيس الذي رأى أنه الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها وأن الأهداف تحققت على الأرض وأن الشرعية تم حمايتها وأن المواطن اليمني الآن لم يعد معرضا للخطر كما كان في الأيام الأولى وأن الميليشيات الحوثية فقدت جزء كبير من إمكاناتها ونستطيع أن نؤكد أنها لن تكون سبب في تهديد سواء دول الجوار أو المواطنين اليمنيين. والحكومة اليمنية سوف تتخذ جميع الإجراءات لاستمرار إعادة الأمل للمواطن اليمني من خلال عملية إعادة الأمل. عملية إعادة الأمل سوف تبدأ من بداية اليوم من يوم غد إن شاء الله، حيث أن عملياتنا سوف تستمر إلى ساعة 2400 من مساء هذا اليوم، ثم تبدأ العمليات إن شاء الله فيما يخص عملية إعادة الأمل لإعادة الأمل للشعب اليمني للتأكيد على أن الحكومة اليمنية سوف تعمل على دعم تواجدها على الأرض اليمنية والاستمرار نحو بناء يمن آمن ومستقر. إلى اللقاء. مرة أخرى نعود لضيوفنا الكرام في من القاهرة والحديث متواصل عن الأبعاد القانونية المختلفة للحكم الذي صدر بصدد الرئيس المعزول محمد مرسي بعشرين عام مشدد سجن على أحداث الاتحادية وبراءة آخرين من القتل العمد وإحراز أسلحة بدون ترخيص. الأستاذ ماهر فرغلي الكاتب المتخصص في شؤون الجامعات الدينية مرة أخرى برحب بحضرتك، والدكتور عادل عامر أستاذ القانون بجامعة طنطا. أستاذ ماهر، النقطة اللي استوقفتنا قبل موجز الأنباء بتتحدث عن الإدارة اللي بتدير جماعة الإخوان المسلمين من الأراضي التركية، كلمنا عن تأثيرها إلى الآن ومن الذي يمسك بخيوط هذه اللعبة خارج حدود الوطن. طيب، هو جماعة الإخوان حصلت خلخلة بنيوية في هيكلها تماما داخل مصر، يعني تم خلخلتها تماما فأصبحت كالآتي: أصبحت 4 أقسام، أصبح قسم داخل السجون، أصبح قسم هارب جزء منه متورط في مظاهرات وفعاليات ضد النظام القائم، وجزء أثر السكوت وأثر الانزواء، وجزء خارج البلاد. الجزء تمام. اللي خارج البلاد جزء منه في قطر وجزء منه في تركيا وفي ماليزيا وبعض البلدان الأخرى. الجزء اللي في تركيا هو الجزء الفاعل الرئيسي. دول عملوا تحالف ما يسمى بتحالف الشرعية، ده سقط عمليا على الأرض، انسحبت منه بعض الأحزاب، شكلوا حاجة اسمها المجلس الثوري، حصلت فيه خلافات على القيادة ما بين الطيارات الموجودة كلها، حتى الجماعة الإسلامية نفسها عملت انشقاق مع جماعة الإخوان وخلاف على القيادة، فعملوا مكتب جديد اسمه المكتب الإداري يدير العملية ويدير مشاكل الإخوان. يعني عندهم مشكلة حاليا مثلا قناة الشرق والقنوات الفضائية الإخوانية زي مكملين وغيره، دي في دعم، يعني فيها مشاكل مادية ضخمة جدا جدا، وفي مشكلات مثلا في موقع رصد الإخوان. يعني النهاردة موقع رصد في اتهامات لقيادة الإخوان انتم مش بتمولونا، انتم المكتب الإداري هيتولى كل هذه المشكلات. برأيك التفتيت هيتم من داخلهم نتيجة هيختلفوا في التقسيمة المالية والتمويل وبالتالي
هتنكشف ان الافكار مش عن عقيده وعن ايمان بيها وبالتالي يتم الانشقاقات من داخله؟ الانشقاقات وارده في تيار جماعه الاخوان المسلمين ومقبله مقبله. يعني احنا لما نشوف يعني واضح ان عامل المادي هو محرك لما نشوف اللي احنا نشوف الاخوان بشكل اوسع في الخريطه اوسع، نشوف الاردن رايحه فين، انشقاق ضخم جدا، انقسام الزنيبات في ناحيه وجزء تاني رايح في ناحيه اخرى خالص، جزء بدا يقول لك انا قنن وضعي قانونيا واشتغل وبحزب سياسي، وجزء عاوز يخلط ما بين الحزبي والجماعه والدعوي والدين والسياسي. الجزء ده برضو في تونس، شفنا احنا في تونس برضو مراجعات يعني. طب خلينا نقف عند النقطة دي لأن احنا هنقارن بين الإخوان في تونس وإزاي حاولوا يتفادوا الأخطاء اللي قامت بيها الإخوان في مصر، لكن مرة أخرى مع دكتور عادل، الحكم ده نهائي ولا لسه في إجراءات تقاضي؟ لا هو يعتبر الحكم طعن استئناف نعم. هو طبعا الحكم في هذه الصورة يجوز للطرفين المتهمين والنيابة العامة الطعن على الحكم. النيابة العامة تحكم على حكم البراءة في جريمتي قتل العمد وحيازة أسلحة بدون ترخيص، والمتهمين يطعنون على حكم ال 20 سنة على العقوبة وخلال 60 يوم أمام محكمة النقض. فمحكمة النقض بتنظر الموضوع من الناحية القانونية وليس الناحية الموضوعية، لأنها محكمة قانون. هل تم تطبيق القانون من حيث إجراءاته ومن حيث تفسيره ومن حيث هل في إخلال بحق الدفاع؟ إذا ثبت للمحكمة بأن في خطأ في تطبيق القانون قبلت الطعن وأحالت الحكم مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة مغيرة عن الدائرة التي حكمت به الحكم. في الحكم يا دكتور بعض الأمور ربما بحاجة إلى تفصيل أو توضيح حتى للناس. نعم. فكرة المراقبة لمدة 5 سنين والسجن المشدد. دي لا دي المراقبة من الشرطة. لا ما هي ديت اللي جريمة عنف والدعوة للعنف والاستعراض القوة، لأن استعراض القوة صورة من صور البلطجة. فقانون القانون ألزم هنا في إذا ثبتت هذه الجريمة وحكم بها بيبقى فيه مراقبة أمنية لمدة المدة التي تحددها المحكمة من خلال الشرطة. مراقبة على مين؟ إذا كانوا هم هيقضوا الحكم 20 سنة بعد الخروج. بعد الخروج؟ بعد الخروج يتم مراقبتهم 5 سنين. بيتعمل حاجة اسمها سركي، والسركي ده بيتحدد فيه المواعيد، لازم يكون يدي تمام لاسم الشرطة المختص من مدة كذا من الساعة يوم كذا من الساعة كذا للساعة كذا، ويمضي عليه الضابط المختص لمدة 5 سنوات. دي الفكرة الحكم المشدد او سجن المشدد. دي اسمها بسموها في القانون العقوبة التابعية للجريمة الأصلية او العقوبة الأصلية. فطبعا جريمة المراقبة دي مش موجودة بس في جريمة البلطجة او استعراض القوة، موجودة في جرائم خيانة الأمانة والسرقة وكافة بعض الجرائم اخرى. فدي مش ظاهرة للناس لان هي بتبقى جريمة بتطبق بعد تنفيذ العقوبة في السجن. لا المشدد يعني السجن المشدد يكون ازاي يعني هل بيحبس حبس منفرد مثلا؟ لا 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 اقول لحضرتك العقوبات في جرائم الجنائيه 3: السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد. كما كان في الماضي بنسميه الاشغال الشقه المؤبده واشغال الشقه المؤقته. فطبعا طبقا لمبادئ حقوق الانسان الجديده تم الغاء هذه العقوبات اعتبارا من 2005، فتم تغيير العقوبه الى السجن المؤبد شالت كلمه ايه الاشغال الشقه، يعني في الشغل. والسجن المشدد الشغل ده اللي احنا يعني معلش انا اسفه بنشوف الافلام بقى تقطيع الحجر دي كان هو ده المشدد. لا دي دي بداية صورة المشدد، بداية صورة المشدد لغاية 1998 تم تغييره إلى أشغال داخل السجن تفيد المتهم بعد خروجه من السجن، يعني يتعلم صنعة يتحول لصنعة داخل السجن، نجارة وأشغال والأموال التي يتم تحديد أجره فيها، يتم بيع المنتج بياخد الأجر ده بيتحط في الأمانات لغاية ما يخرج عشان يجد مالا يبتدي بيه حاجة. ده المشدد دلوقتي ده توثيق؟ لا لسه بقى. بعد في 2005 بقى اتشالت كلمة سجن مشدد وسجن مؤبد أشغال الشقة المؤبدة. أشغال الشقة المؤبدة يعني ما فيش شغل داخل السجن، ولكن في أعمال تعود بالنفع على المتهم نفسه، على المتهم داخل السجن. يعني ما فيش أشغال لدى الدولة، يعني زي ما بنسميه كده كان بيسميه الأشغال التي يشعر بها المتهم بجرمه داخل المجتمع. فدي اتلغت وأصبحت أشغال تفيد المتهم نفسه عندما يخرج. فتم تغيير التوصيف، فأصبح السجن المؤبد يعني 25 سنة والسجن المشدد يعني 15 سنة لحد الأقصى. طيب برضه في جزئيه قبل ما والسجن بقى العقوبه الاولانيه السجن اللي هو السجن العادي اللي هو ما فيهوش اشغال. طب احنا ليه خدنا 20 سنه بس مش 25؟ هو بص حضرتك هي ديت سلطه تقديريه للقاضي. لا اولا لا ال 25 حضرتك دي سجن مؤبد.
أما هو العقوبة السجن المشدد. دي أقصى عقوبة في هذه الجرائم اللي كان متهم بها في قضية قصر. 25 سنة في المؤبد. أما المشدد هي الحد الأقصى 15، ولكن إذا تعددت جرائم أخرى كان يأخذ الحد الأقصى مع عقوبة أخرى من الجريمة التانية، لأن موجه لهم أربع جرائم، فالمحكمة كيفت الأربع جرائم على 20 سنة. في ملمح بسيط ربما غير متخصص في القانون يا دكتور، يعني ربما يطرحه للنقاش أو التفكير، هل من الممكن البراءة التي حصل عليها مرسي في القتل عند تنصرف بشكل أو بآخر عند الطعن على الحكم في مسألة استعراض القوة؟ لا، الاستعراض القوة إذ لم تأتي بأفعال مادية تؤدي إلى زحق الأرواح، وثبت يقينا للمحكمة بأن هؤلاء المتهمين قاموا باستعراض القوة ثم تطورت إلى زحق الأرواح، كانت جريمة القتل العمد متوفرة. بشرط ان الافراد دول موجودين والادله الماديه في مواجهتهم يقينيه ليست فيها ظن او شك. خدوا براءه في الجزئيه دي. خدوا براءه في جزئيتين، حيازه اسلحه بدون ترخيص وقتل عمد بشكل او جميع. باخر بشكل او باخر فكره البراءه في هذه الجزئيه ليس من المتوقع ان تؤثر ايجابيا لصالحهم في فكره استعراض القوه اللي خدوا عليها الحكم. لا، الاستعراض القوه الادله موجوده، لان المحكمه بتستعرض الادله على كل اتهام على حده. اذا تيقنت بان الادله تتوافر مع الصوره العامه لارتكاب الجريمه وكان يقينا لديها حكمت بالادام، اذ لم تتوافر هذه الصور حكمت بالبراءه. تمام. استاذ ماهر، انت كان في حديثك بتقول انه حتى يعني المجلس اللي تم تشكيله مؤخرا بشكل او باخر، يعني هذه الشخوص التي تظهر للاعلام هي التي لا تحرك الاحداث بشكل فعلي، هناك من يحركها تحت السطح. بلا شك هو هناك محاور داخل تنظيم الاخوان المسلمين، محور عسكري ومحور اقتصادي ومحور سياسي ومحور اعلامي، دي اربع محاور هم بيشتغلوا عليها دايما ما قبل وصولهم للسلطه وما بعد عزلهم من السلطه. يعني حتى في ايام مبارك وفي ايام ايام السادات وايام الملك، فهم كانوا شغالين على المحاور دي، وده كل محور منفصل عن التاني. المحور اللي في تركيا ده هو محور دعائي اعلامي سياسي، لكن المحور اللي هو عمليا على الارض اللي هو بيشغل الاسر والشعب الاخوانيه ده محور عسكري شويه، يعني قريب من الناحيه العسكريه الناحيه العمليه دي. والمحور الاقتصادي ده سر اللي هو الشركات والمحلات واللي كان ماسكه حسن مالك هو الشاطر بيشرفه عليه. فهو المحور اللي في تركيا ده محور سياسي اعلامي، ما هو اللي بيصدر بيانات وليهم مكتب كمان اللي هو في لندن مهم جدا بتاع ابراهيم منير هو اللي بيشرف عليه. فالمكاتب دي مكاتب دعائية سياسية، لكن على الأرض اللي بيعمل الفعاليات ده ناس تانية خالص، ودول دول مجهولين ولا ممكن بخبرتك تتوقعهم؟ الأمن هو اللي لا هو أنت في قناعتك غير الشخصية. معروفين طبعا هم بيكلفوا شباب. للبعض بيتحدث عن محمود عزت مثلا أو محمود عزت هو رمز قطبي معروف يدين بالفكر القطبي، مؤثر عامل له دور كبير جدا في جماعة الإخوان المسلمين، لكن هذه الرموز هي موجهة للأفعال وليست مديرة للأفعال. يعني هو بيدي توجيه عام، توجيه عام ان احنا هنواصل التظاهر ضد النظام. هم بينفذوا بقى، هو ما بيحركش لان هو مش شاب يقدر ينزل الشارع ولا يقدر يبعت تكليفات عشان ما يتمش القبض عليه. هو بيدي توجيهات عامه. اعتقد ان اللي ماسكين الكلام ده هم الجيل الثالث او الثاني في جماعه الاخوان المسلمين من الشباب، ودول عددهم قليل ودول بداوا يتخلخلوا بنيويا. لكن بديع ومرسي مش ممكن يكونوا مؤثرين في الاحداث؟ يعني مثلا في الجلسه الاخيره البديع وهو يرتدي البدله الحمراء ربما توجه للصحفيين لالتقاط صور بشكل او باخر، القاضي بيسأله انت بتعمل ايه؟ فقال له انا ببعت رسائل. كل دول اعضاء مكتب الارشاد. هل ممكن الصور دي او ظهورهم بشكل او باخر بيكون ليه مغزى ما؟ اعضاء مكتب الارشاد جماعه الاخوان في مصر هم كلهم قطبين من طائفه واحده، حاجه واحده، بيرسلوا ده رمز، فبيحاول يبين قدام اتباعه الشباب اللي هم بيتحركوا على الارض انه ثابت، انه ما زال بيواصل طريقه. رسائل معنويه. رسائل معنويه لكن مش مؤثر في الاحداث. الاحداث تخطط مرسي وبديع وكل من هم في السجن، ولا هم ليهم صله بيها؟ ليهم صله طبعا، ليهم دور كبير جدا. ليهم دور، لو هو قال وقف هيوقف. طيب انت كنت عايز تعقد مقارنه الحقيقه مع النهضه في تونس او الاخوان المسلمين في تونس والمراجعات اللي تمت فعليا، وازاي تفادوا الاخطاء اللي حصلت للاخوان المسلمين في مصر وبالتالي اصبحوا شركاء للحكم واصبحوا في مع الخريطة العامة لجماعة الإخوان. يعني جماعة الإخوان هي مش حاجة واحدة، مش كتلة واحدة، في جماعات إخوان وتطورات لجماعة الإخوان. الجماعة الإخوانية اللي في مصر هي أقل جماعة الإخوان فهما، يعني
للأسف عن حظنا كده وعن معلول أرقاهم فكرا هم اللي في المغرب. دول اللي عملوا حاجة مهمة جدا، فصل ما بين قال لك المشروع ومشروع الهوية ومشروع الاقتصاد والأمن. قال لك لا، أنا مشروع الهوية وتطبيق الشريعة وإقامة الخلافة والكلام ده أنا موضوع تاني خالص، أنا مهمتي هو مشروع اقتصادي أمني أشتغل عليه وأفصل، ماليش علاقة. اللي عاوز يشتغل على الهوية ده والشريعة والهوية والدين ده يبقى في الجماعة، لحقوا نفسه. فعملوا حزب اسمه العدالة والتنمية. هذا الحزب أردوغان بص ليه فاستفاد من التجربة بتاعته، فعمل حزب في تركيا سمى العدالة والتنمية على اسمه، وراح المغرب سافر وقعد معاهم فتعلم منهم كتير وطبق التجربة بتاع المغرب، نجحت في تركيا. في تونس كانوا مرحلة بس تركيا قاب قوسين أو أدنى برضو من فكرة الثورة على هذا الحزب. ما ماشي، أنا بلا شك أنا مش بتكلم هنا على أخطائه، مش بتكلم هنا على إنه وحش ولا حلو، أنا بتكلم هنا على تطور جماعة الإخوان. يعني المراحل اللي هم مرين بيها في تونس مرحلة وسيطة بقى، يعني أقل من المغرب. ده اللي ما عملوش هنا الحرية والعدالة، ولا الحرية والعدالة. المغرب تونس امبارح أعلنوا إن هم يعملوا زي المغرب، هيعملوا مؤتمر عام قالوا إن إحنا أخطأنا، وان احنا اخطانا مع شركائنا في السلطه ومع الناس، مش احنا اللي عملنا الثوره. بس يقينا طبقا لاراء الكثيرين وربما التجربه تثبت هذه المساله، من وما يسقط في مصر لن تقوم له قيمه في اي مكان اخر. نتواصل معك برضو في الجزئيه دي، لكن عشان دكتور عادل وشاركنا الحديث الحديث ممزوج ما بين التحليل السياسي والشؤون القانونيه، فاعذرنا اذا تاخرنا على حضرتك شويه. يعني الحكم الصادر في هذه القضيه الى اي مدى من الممكن ان يكون له تداعيات او تاثير على بقية القضايا التي حكم فيها مرسي وبقية التنظيم الإرهابي؟ في أربع قضايا بتهيألي، التخابر والهروب من السجن. لا، هي هذه القضية بتدي رسالة بأن القضاء المصري لا يحكم إلا بما لديه عرض عليه من أدلة مادية في الأوراق، وليس الأدلة المادية في الأوراق فقط، ويجب أن تكون هذه الأدلة متوافرة ومتناسقة وليست متناقضة مع التصور العام للجريمة. ثانيا، يجب أن يقتنع القاضي بأن المتهمين هم الذين قاموا بالفعل بارتكاب مثل هذه الجريمة، وأن الأدلة يقينية وليست شك فيها شك أو ظن في مواجهة أي متهم. بس القناعة دي تعتقد حضرتك وصلت للجماعة؟ الجماعة لا تعتقد بهذه بيراهنوا على إرهاب القضاء. لا، الجماعة يعني هو بيقول إن أنا لو استعرضت القوة أو خربت أو عملت ده ممكن إنه مثلا إذا كان مرسي يستحق الإعدام فمن الممكن أن يخفف الحكم بشكل أو بآخر، ولعل هذه التعليقات أثيرت بعد الحكم الأخير. على فكرة دعوة العنف اللي أنا فاكر كويس حضرتك سألتني في حلقة بتاعت محمد البلتاجي أخذ فيها إعدام، دعوة بتاعت تعسينا اللحظة اللي توقف فيها هم الاثنين، هو محمد في القضية الأولانية بتاعت محمد بنية الاثنين خدوا فيها إعدام عشان هذا التسجيل. هو اعترف. الإعدامات الحقيقة خرجت كتير سواء على عدد من القيادات أو حتى على المرشد. لا، أنا بتكلم على الحكم. بتنفذ إمتى دي يا دكتور؟ ما هو لا تنفذ طبقا للقانون ده أكتر من حكم إعدام. لا تنفذ طبقا للقانون إلا بعد أن يكون الحكم نهائي بات. استنفذت كل إجراءات القضاء. جميع إجراءات الطعن محكمة النقض أيدت الحكم النهائي بات. أهم حاجة هو حكم محكمة النقض. محكمة النقض أيدت الحكم خلاص أصبح نهائي بات. يعرض بقى على الجهات المختصه. طيب، في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عن الاحكام للقيادات اللي وراء القضبان بالنسبه للجماعه الارهابيه، احنا كمان بنتكلم على قانون كيانات ارهابيه. فعل ده حاجه ثانيه مهم جدا، حاجه ثانيه لانه بيتكلم عن الناس اللي بره اللي هي لسه بتحاول ان هي تقود او تحرض او حتى بالمال او السلاح اي نوع من انواع الدعم، وفي شخصيات وفي جمعيات وفي جهات. يعني الحقيقه هو جامع وشامل لعدد من قانون القنوات الارهابيه. ده قانون اجرائي، في فرق بين القانون العقابي وقانون الاجرائي. تمام. كان عندنا في 1998 قانون يسمى قانون الارهاب في قانون العقوبات المصري، ولكن طبقا لمواهمات سياسيه لم يتم تنفيذ هذا القانون على الاطلاق الا ثلاث اربع مرات خلال فتره اصداره من 98 لغايه 2011. ومن بعد 2013 تم تطبيقه بالكامل، ولكن كان عندنا اتفاقيه موقعه من مصر مع 13 دوله عربيه اسمها الاتفاقيه العربيه لمكافحه الارهاب في جامعة الدول العربيه، بتلزم هذه الدول الاعضاء ان تنشئ قانون اجرائي لتسجيل الجنائي للكيانات الارهابيه وفق قانون العقوبات المحلي الذي يعاقب على جرائم الارهابيه. فكان التشريع المصري لا يوجد فيه مثل هذا القانون. فتم إصدار هذا القانون لأمرين. الأمر الأول لحصر
كل من حكم عليه بحكم جنائي من المحكمة المختصة بأي عقوبة تحت مسمى القانون بعد الحكم يدرج. يدرج، لكن كمان في تبليغ عن العناصر اللي أنا اتفضل. بس لا يدرج كده، تقوم النيابة العامة من خلال دائرة مختصة من محكمة الاستئناف في القاهرة دون غيرها بتتقدم بطلب للمحكمة الجنايات التي يتم إنشاء دوائر مختصة، وكما تم إنشاء 3 دوائر في محكمة الاستئناف في القاهرة، بإدراج هؤلاء على قوائم الكيانات الإرهابية بناء على الحكم السابق. فلا يجوز إدراج هؤلاء إلا بناء بعد صدور حكم جديد بإدراج هؤلاء في قانون، في سجل معد سلفا في محكمة الاستئناف في القاهرة بمعرفة النيابة، بإدراجهم في سجل الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات. طيب بعد 3 سنوات من حقه أن يطعن وأن يتقدم بتظلم إلى محكمة النقض، المحكمة الأعلى بقى، يطعن ويقدم الأدلة التي يثبت أنه كفر بالجرائم الإرهابية وتاب وعاد إلى رجليه للمجتمع. بس النقطة اللي أنا بسأل عنها أن حضرتك بتقول هو ارتكب جريمة بالفعل. لو هو ارتكب جريمة هيحاسب تبع قانون العقوبات الجنائية. أي تمام. لكن ده كمان أعتقد هو بيدرج الأسماء اللي قايمة بالتمويل. لسه أنا باخدها واحدة واحدة. اللي عمل جريمة فعلية. هذا هو الحق. ثانيا بقى، ايه الاثار التي تترتب بعد صدور الحكم وادراك هؤلاء الاشخاص في قانون الكيانات الارهابيه؟ مصادره الاموال، مراقبه الاموال، تحديد مصادر الاموال، تسجيل الكيانات الارهابيه في الخارج التي تهدد الامن القومي، تكفيف الانابيع من الخارج التي تمول هذه الجماعات في الداخل، كل هذا بيدرج في سجل الكيانات الارهابيه، وتقوم النيابه العامه بمراجعه هذا السجل كل 3 سنوات، إذا ثبتت أن تم زوال السبب في إدراجه عرضت الأمر على المحكمة الجنائية المختصة في إصدار حكم برفع اسمه من السجل. تمام كده؟ تمام. تأثيره هيكون إيه؟ تأثير الكيانات الإرهابية؟ طبعا تأثيره على الجماعة وعناصرها اللي ما زالت في الخارج، ويمكن حتى مش ظاهرة أو واضحة أو ليها قدر من الشهرة زي اللي خلف القضبان. لا، تأثير كل القوانين اللي صدرت أو اللي هتصدر أو كل ما يحدث ليه تأثير كبير جدا على جماعة الإخوان بلا شك. جماعة الإخوان المسلمين الآن أنا متأكد تماما وأدرك أنه في قطاع كبير جدا داخل جماعة الإخوان وأصوات بتنادي بإحضار لجنة من خارج الجماعة تقيم وتعطي وتكتب رؤية استراتيجية مستقبلية للتنظيم وتشوف الوضع رايح فين وتعمل تقدير للموقف العام وتعمل مراجعات للموضوع. لكن هو طبعا ده شيء هيكون جيد لهم عملوا كده، لكن للأسف في مصر هتكون المراجعات هذه منقوصة لهذا التنظيم، يعني محتاجة لمراجعات أكتر، لأن العقول اللي مسيطرة على التنظيم في مصر هي عقول قطبية تكفيرية، محتاجة هي المراجعة في بنية الفكرة نفسها. وعنده فكرة أنه هو بيتصور أنه هو الأقرب إلى التطبيق الإسلام، وهو أقرب فئة لتطبيق هذا الدين حرفيا، وعنده مشروع اسمه مشروع الخلافة الإسلامية، وأنه الجماعة الوحيدة التي ستقيم هذه الخلافة، وأن تغيير المجتمع يتم عبر وصوله للسلطة. هو أنا دي عاوزة تتغير. أنا دائما بقول أن الناس هنا في مصر مسكت النار بأيديها، فسواء حصلت مراجعات مش مراجعات المسألة تعنيهم هم، ما أعتقدش أنه يكون لها تأثير في الشارع المصري، لأنه السنة أو السنتين اللي هم عقبوا الثورة تكشفت حقائق كثيرة جدا للناس فيما يتعلق بهذا التيار او هذا الفصيل. لا، جماعه الاخوان المسلمين انتهت عمليا، يعني انتهت عمليا، لكن انت في سنه مستقبليه على الارض. في سياق حديثك اشرت او انت بتراهن على فكره انه هيحصل انقسام في داخل الجماعه. طبعا بلا شك. ليه هذا الرهان من قبل حضرتك وعلى اي اساس بنيته؟ لانه الجماعه دي بيربطها ايمان صلب بالعقيده بتاعتها، يعني صعب انها انه يتزعزع او يتحرك. يعني جماعه الاخوان ليه هي بتعمل كده؟ هي كانوا بيراهنوا على الوقت، على عامل الوقت، أن هذا النظام سينهار بفعل الأزمات الاقتصادية، وأن هذه الأزمات الاقتصادية ستتولد عبر فعاليات ومظاهرات في الشارع وعبر صدام داخل الشارع، سينهار الاقتصاد بفعل هذه الضربات. فلما ينهار الاقتصاد تقوم ثورة أخرى ويعود الإخوان للسلطة. كل هذه النظرية اللي هم بانوا عليها تحركاتهم في خلال الفترة اللي فاتت منذ عزل مرسي سقطت تماما وتهاوت تماما وثبت فشلها. فده عامل نوع من الانشقاق الداخلي داخل التنظيم. هنا في أصوات بتنادي، الناس بتكتب إقرارات توبة داخل السجون. لسه واحد أمير الفيوم من امبارح عمل إقرار توبة وتم الإفراج عنه. فهنا في وفي ناس في خارج السجون بتراجع نفسها. إيه الخطوط العريضة بتاعت إقرارات التوبة دي؟ إقرارات التوبة هل بيراجع برضو في مراجعات وبيكتبها
وبيتعهد ان هو مش هيعود مره اخرى لهذا التوبه. التوبه مش اي واحد يكتب ورقه. هي الخشيه ان تكون تقيا. لا هي 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 مش يعني ايه ضماناتها؟ لا هي مش كل من الناحيه القانونيه بيتبص لها ازاي يا دكتور؟ لا مش كل واحد يكتب ورقه يبقى هو عمل توبه. ما هي ايه ضوابطها؟ هو ده 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 ده, ده سياق تاريخي معروف في داخل السجون المصريه يستخدمه الداخليه من سنين طويله من ايام عبد الناصر. وانك بتعمل حاجه اسمها اقرار. طيب لما بعمل انا اقرار كده بيتبين لضباط الامن اللي هم مشرفين على العمليه بيعرف يفرق ما بين واحد عامل توبه واحد مش عامل توبه. بيحطه في عنبر خاص وده في عنبر خاص, فيبدا يفرق الناس, فبيبداوا يبدا بعد يحقق معاه اكتر من مره. مع كثره التحقيقات هم بيروحوش, يعني اللي عملوا اقرار توبه في فتره التسعينات في احداث التسعينات ايام مبارك ظلوا حوالي اكتر من 8 سنين او 9 سنين وعاملين اقرار توبه ومروحوش. مش معنى كده انه يفرج عنه, بيتم مراقبته جيدا, بيتم يتفصل بس في الحبس. اتفضل. عاوز توضيح بس. بص حضرتك, قرارات التوبه كانت مرتبطه بقانون الطوارئ, لان كان يصدر في مواجهه هؤلاء قرارات اعتقال, فجاءت فكرة كتابة إقرار التوبة حتى يرفع أمر الاعتقال وينتهي أمر الاعتقال. فلا يجوز في الأحكام القضائية الآن أن يكتب إقرار التوبة لأنه ليس له أثر قانوني على عدم تنفيذ العقوبة أو تنفيذها, لأن سوف يتم تنفيذ العقوبة لأنها حكم قضائي. ولا يوجد قانون طوارئ الآن حتى يتم المراجعات الأمنية لا من خلال قرارات التوبة لأنها لا تفيد المتهم ولا تفيد الداخلية. يعني اصبح ليس لها محل من الاعراب. ليس لها محل من الاعراب لانها مرتبطه بقانون الطوارئ. لا في نقطه توضيح. لا طب الدكتور بس كمل. انا عاوز بس الاثار المترتبه عشان ما ننساهاش بس. المهم الاثار المترتبه على ادراج الكيانات الارهابيه في المنظمات والافراد والعصابات الارهابيه في قانون الكيانات الارهابيه في اثرين. الاثر الاول يفصل من الخدمه المدنيه على الاطلاق, خلاص عندما تصدر محكمة الجنايات ما يرجعش حتى بعد 3 سنين. ما يرجعش. فصل نهائي, فصل تأديبي نهائي طبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد. يتم فصله فصلا نهائيا بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإدراجه سواء فرد أو كيان أو جماعة أو عصابة في قانون الجنايات الإرهابية. ثانيا والأهم, يحرم من ممارسة الحقوق السياسية على الإطلاق مدى الحياة. طب الكلمة الأخيرة التوضيح. لا هو بالنسبة لإقرار التوبة اللي كان في التسعينات لا علاقة له يعني من بقانون الطوارئ, اصل انا يعني شفت الكلام ده. ايوه هو سواء كان ليه صله او مش صله, بس هو ده اجراء امن الوطني. يعني جماعه زي الجماعه الاسلاميه لما اعلنت توبتها لا دي مراجعات او مراجعتها مراجعات. ما هم رجعوا تاني برضو. أيوة ما انا مش بتكلم عن يعني بتكلم على القرار نفسه. يعني رجعوا حتى استحسنوا الفعل اللي هم عملوه. هو اجراء للامن او لضابط الامن بيتم فيه بيعرف يصنف الناس, لكن هو ما لهش علاقه انه يروح وما يروحش, وبيسيبه بيصنفه بيحطه في عنابر خاصه وبيبدا يراقبه ويتابعه. وهو يقينا لو حتى تم الافراج عنه مش هيترك كده اكيد هيكون في شكل اشكال الرقابه. شكرا جزيلا. الشكر على هذا الحوار الاستاذ ماهر فرغلي الكاتب والمتخصص في شؤون الجامعات الدينيه, وايضا الدكتور عادل عامر استاذ القانون بجامعه طنطا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لكم. بعد الفاصل مشاهدينا الحديث يتواصل معكم حول ملف الهجره غير الشرعيه وتاثيرها على دول الجنوب التي يطمح ابناؤها عاده في الوصول إلى رفاهية الشمال والعيش في هذا الفردوس المفقود إذا صح التوصيف أو التعبير حسب ظنهم. بعد الفاصل نلتقي.